حضرت لي عجينه وبس رح نحط الغراض عليها. حنبلش بصوص البيتزا. وهلا جامبون مايونيز فليفله وزيتون مقطع. نكون خلصنا البيتزا ويلا على الفرن. نسيت رشة الأوريغانو قبل ما نفوتها على الفرن وهلا يلا على الفرن. ما حدا يقول لي انه هالمنظر ما بيشهي. هيك بتكون خلصت البيتزا، شو رأيكم فيها؟ إذا حبيتوا الفيديو ما تنسوا تعملوا عليه لايك وتكتبوا لي بالكومنت أفكار العشاء بكرة. باي.